أتحدث الآن عن أمر، وهذا الأمر في غاية الأهمية للحصول على المدد الإلهي والبركات. الخلوة مع الله جربها الكثير من الصالحين ورأوا من بركاتها ومن فتوحاتها ما الله به عليم، مما جعلهم يتمسكون بها ويستمرون عليها إلى أن يأتيهم الموت. من جرب هذا السر وذاق حلاوته وذاق طعمه وذاق نتائجه مستحيل أن يتركه إلا أن يشاء الله. هل تريدون أن تعلمون ما هو؟ إنه الدعاء بقلب خالص في مكان لا يراك فيه أحد ولا يسمعك به أحد إلا الله سبحانه وتعالى. الخلوة مع الله ليس شرطا أن تكون لها استعدادات وأن تكون لها تدابير صعبة. الخلوة مع الله سهلة جدا جدا، وإن أبواب الله مفتوحة، وإن الله هو الأكرم.